للمزيد من النقاش ينضم إلينا من كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي. حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية، والمرة هذه دكتور ميكولا تتحدث أنها سترسل بعض الشحنات من الأسلحة والذخائر بها يورانيوم منضب، هي خطوة جديدة من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى أيضا تقديمها لمساعدات عسكرية في شكل دبابات إبرامز، وهي ما تعول عليها كييف باختراق الدفاعات الجوية الروسية. نعم، حتى الآن لم تحصل أوكرانيا على أورانيوم المنضب، تلك الذخيرة، رغم أن تم الإعلان عن تسليمها طرف بريطانيا على سبيل المثال مع دبابات تشالنجر البريطانية. وبالحقيقة هذه الذخائر هي فعالة وهي قادرة على خرق المعدات المدرعة ودبابات العدو، وحتى الآن لم تحصل القوات الأوكرانية على دبابات إنجليزية تشالنجر وعلى دبابات هي أبرامز، و لا تزال تنتظر وصولها. يعني كل هذه الذخائر الجديدة من نوع التي تحصل عليها القوات الأوكرانية تزيد قدراتها الهجومية والدفاعية، حيث الآن تقاتل القوات الأوكرانية في ظروف قصوى جدا جدا، حيث لا تملك الطائرات الكافية لتهم العمليات الهجومية، وكل هذه الذخائر الجديدة قد تساهم في تحسين وضعها. لكن لأول مرة منذ فترة طويلة دكتور ميكولا، يعترف مسؤول أمريكي هو جون كيربي تحديدا منسق الاتصالات الاستراتيجية بالولايات المتحدة وتحديدا مجلس الأمن القومي الأمريكي، ذكر بأن هناك تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تواجهها الولايات المتحدة بأنها تقدم مساعدات إلى أوكرانيا ولا يتم تحقيق أي تقدم في الهجوم المضاد. فهذا تصريح، إلى أي مدى هو صحيح؟ ما مدى التقدم الذي تحرزه أوكرانيا على الأرض؟ التقدم مهم جدا، حيث خرقت القوات الأوكرانية الخط الأول للدفاعات الروسية ووصل إلى الخط الثاني وبدأت عملية الاستيلاء على هذا الخط، وبعده سيكون الخط الثالث، وبعد الخط الثالث يمكن يعني بدأ عمليات يعني مناورات سريعة جدا، وستتحول العمليات إلى مرحلة أخرى بعد ذلك. والخط الأول هو كان الأكثر تلغيما، ربما ليس في هذه الحرب ولكن ربما في تاريخ الحروب بشكل عام، حيث قامت القوات الروسية بتلغيم تلك المناطق خلال أكثر من نصف سنة. وتمكنت القوات الأوكرانية من خرق هذه حقول الألغام هذه، والآن تغير وتيرة العمليات، وهو ما سنتابعه خلال الأيام القادمة من تقدم في الخطوط الدفاعية أو عفوا الخطوط في الهجوم المضاد الذي تقودهم أوكرانيا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.